أكدت وزارة التعاون الدولي أن العمل المناخي أضحى على رأس اهتمامات حكومات العالم والمجتمع الدولي، وذلك نظراً لما يمثله من أهمية قصوى. وقد أوضح أن العمل المناخي شهد دفعة قوية من الاهتمام بينما كان العالم يحاول التعافي من جائحة كورونا. خلال مشاركتها في جلسة نقاشية عبر الفيديو كونفرنس بفعاليات قمة تمويل المناخ بميونخ، أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط العمل على توفير التمويلات التنموية والدعم الفني من شركاء التنمية. وحصلت الوزارة على مدار العامين الماضيين على نحو 2.4 مليار دولار لقطاع النقل المستدام. تقوم الدولة بضخ كميات كبيرة من اللحوم لتوفير احتياجات المواطنين بجودة عالية وبأسعار مخفضة خلال عيد الأضحى المبارك. هذا وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بكل مديريات الطب البيطري ومديريات الزراعة خلال فترة العيد، والتفتيش والرقابة على أماكن بيع اللحوم وعلى منتجاتها. أيام قليلة ويهل علينا عيد الأضحى المبارك، وعلى قدم وساق وبطاقة قصوى تستعد الدولة لتوفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة للمواطنين بجودة عالية وأسعار مخفضة. الوزارة استعدت ب 39 شادر على مستوى محافظات الجمهورية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، هيتم طرح فيها الخراف الحية. الكيلو القايم هيبقى ب 90 جنيه، وده طبعا سعر تنافسي مقارنة بالأسعار بالخارج، بالإضافة أن في تعاون تم مع وزارة الأوقاف فيما يخص سكوك الأضاحي. سيتم فتح منافذ الفروع للبيع للمستهلك مباشرة خلال الثلاثة أيام الأولى من عيد الأضحى المبارك. تم إقامة 39 شادر للخراف الحية على مستوى المحافظات الجمهورية، والحمد لله بتجد إقبال من المواطن المصري بشكل جيد جدا. وللتأكد من صحتها وسلامتها يتم الكشف على اللحوم قبل وبعد الذبح، ثم يتم توزيعها على ما يقرب من 1500 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية بتخفيضات تصل ل 30% قبل عيد الأضحى، لكونه الموسم الأهم في بيع اللحوم. اللحوم متوفرة كل يوم عندنا، وبنشتغل من 9 صباحا لحد مثلا الساعة 7، وفي المواسم طبعا بنسهر وما عندناش مشكلة ان احنا نبات طول ما في شغل وطول ما احنا قاعدين. الجودة صراحة ممتازة، العرض بتاعهم ممتاز، فانا قلت اجرب، لان هي خصوصا اللحمه السودانيه واخده طبعا بالنسبه للسوق المصري والسوق العربي عامه الجوده، اللي هي عايشه على الاعشاب والحاجات الجافه، وخصوصا الجو هناك طبعا برضو حر جدا، فهي بتنزل الدهون فتلاقيها تحس ان هي اللحمه جوده ممتازه طبعا. خطه محكمه تعمل عليها الدوله لضخ اكثر من 120 طنا من اللحوم الطازجه والمجمده في الاسواق المختلفه ضمن توجهات الدوله للتخفيف عن كاهل المواطنين. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة لديها تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على رصيد استراتيجي من مختلف السلع الأساسية لمدة 6 أشهر. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي متابعة إجراءات توفير السلع الاستراتيجية وموقف برامج الحماية الاجتماعية للشرائح المستهدفة. وتطرق الاجتماع لمتابعة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وتم رصد الموقف الراهن للأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية، بالإضافة إلى الوقوف على سير برامج الحماية الاجتماعية والتي يتم تقديمها للشرائح المستهدفة. إلى البورصة المصرية، والتي أنهت مؤشراتها تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع على تراجع، حيث اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب إلى البيع، وسجل رأس المال السوقي مستوى 608 مليارات جنيه، وذلك وسط تداولات كلية بلغت نحو 5.1 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات ففتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 9225 نقطة، وأغلق عند 9008 نقاط متراجعا بنسبة 2.3%. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 عند مستوى 1721 نقطة، واغلق عند مستوى 1699 نقطة متراجعا بنسبة 1.2%. كما فتح مؤشر اي جي اكس 100 عند مستوى 2547 نقطة، وأغلق عند مستوى 2507 نقاط منخفضا بنسبة 1.56%.
إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي ما قيمته 18 جنيها و77 قرشا للشراء و18 جنيها و57 قرشا للبيع، وبينما سجل اليورو 19 جنيها و57 قرشا للشراء و19 جنيه و69 قرشا للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 22 جنيه و70 قرشا للشراء و22 جنيه و84 قرشا للبيع. هذا بالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي ما قيمته 5 جنيهات و11 قرشا للشراء و5 جنيهات و14 قرشا للبيع. الريال السعودي وصلت قيمته إلى 5 جنيهات وقرش للشراء و5 جنيهات و3 قروش للبيع. أغلقت أسواق الأسهم الخليجية أغلقت على تباين، إذ واصل المؤشر السعودي خسائره وسط قلق المستثمرين من أن يؤدي تصميم البنوك المركزية على احتواء التضخم إلى تباطؤ اقتصادي محتمل. ونزل المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية بنسبة 5%، كما هبط سوق أبو ظبي بالإمارات العربية بنسبة 18%، وتراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 67%. أما في الكويت فقد ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.4%. وصلنا معكم لنهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال. مشاهدينا الكرام، في نشرة السادسة أعود من جديد إلى ياسر وحكمة واستكمال. شكرا لك مصطفى.